يا مساء الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده من ان بوكس سبورتس، واللي طبعا بنقدم فيها معاكم اهم واخر الاخبار والاحداث الرياضيه اللي حصلت على مدار الاسبوع. نروح معكم على طول بقى للسلاح، ومصر بتستضيف بطوله العالم لرواد السلاح، واللي بتتلعب في الفتره من 5 لحد 11 اكتوبر اللي احنا فيه على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهره الدولي. البطوله بيشارك فيها 45 دوله وبيمثلهم 694 لاعب ولاعبه بيتنافسوا في مسابقات سلاح السيف وسلاح الشيش وسلاح سيف المبارزه. البطوله هيبقى فيها اكيد طبعا كمان منافسات قويه جدا للفردي، وكمان الفرق اللي فوق سن ال 50 وال 60 وال 70 عام للرجال والسيدات، وطبعا ده هيكون كمان في الثلاث اسلحه. البطوله دي هتكون بروبة قويه جدا لمصر قبل ما تستضيف بطوله العالم للناشئين السنه اللي بعد الجايه. من السلاح نروح معاكم للكره الطائره. المسؤولين بقى عن الكره الطائره برئاسه احمد عبد الدايم القائم باعمال رئيس الاتحاد نجحوا في الفوز بشرف بتنظيم مصر تصفيات الاولمبياد اللي جايه، وفازت كمان مصر بشرف تنظيم التصفيات دي بعد منافسه قويه جدا مع تونس والجزائر. التصفيات دي المفروض هتتلعب اول السنه اللي جايه على استاد القاهره الدولي، واللي هيكسبها هيصعد على طول للاولمبياد اللي جايه، واللي ان شاء الله هتتلعب الصيف اللي جاي في اليابان. ولسه برضو مكملين معاكم مع الكره الطائره. منتخبنا الوطني الاول لرجال الكره الطايره واللي بيشرف عليه تدريبه الهولندي جيدو فورمولين، واللي بيقدم نتائج هايله جدا في بطوله كاس العالم واللي بتتلعب في اليابان في الفتره من 1 لحد 15 اكتوبر اللي احنا فيه. منتخبنا كان كسب في الماتش الاولاني منتخب استراليا بنتيجه 3-1، وبعدين كسبنا منتخب ايران بنفس النتيجه، وخسرنا يوم الجمعه من منتخب البرازيل بنفس النتيجه برضو، وخسرنا بعدها برضو من منتخب كندا بنتيجة 3-2. البطولة بيشارك فيها 12 لاعب، بيشارك فيها 12 منتخب، ونظامها كمان ونظامها بيكون عبارة عن ان المنتخبات كلها بتلعب بعضها، وبيترتبوا كمان في نهايتها على حسب نقط كل منتخب. طيب نروح معاكم لخبر مرتبط بكرة اليد. مسؤولين اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر وقعوا عقد استضافة مصر لبطولة العالم للكبار، واللي هتتلعب إن شاء الله السنة اللي بعد اللي جاية. مراسم التوقيع دي حضرها عدد كبير من الشخصيات الكبيرة زي الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والبنيني منصورو أوريمو رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية. ومصر ما شاء الله كمان محققة طفرة كبيرة جدا في كرة اليد في الفترة اللي فاتت، وكان آخرها فوز منتخب الناشئين بلقب بطولة العالم تحت 19 سنة، وحصول منتخبنا الوطني للشباب تحت 21 سنة على برونزية بطولة العالم برضو، وكمان منتخب الرجال كان حقق المركز الثامن في بطولة العالم واللي اتلعبت في الدنمارك وألمانيا. عشان نتعرف أصلا على كواليس توقيع العقد ده معنا تقرير عنه، وهنرجع تاني خليكم معانا. كرة اليد حطوا نفسهم في مأزق كبير، وهو ان هو طموحات الناس في مصر ارتفعت جدا بعد النتائج المشرفة اللي حصلت للفريق المصري لكرة اليد في بطولات العالم للناشئين والشباب. ومن ضمن الحاجات طبعا لما تيجي مثلا اتكلمنا على فرقة الناشئين كانت بتلعب المباراة النهائية مع فريق من اكبر فرق العالم اللي هي فريق ألمانيا. طبعا الحمد لله احنا حاصلين لسه على بطولة افريقيا ومباراة كاس العالم، وده مش جديد على الاتحاد المصري لكرة اليد. انجازات 2019 كلها لاتحاد كرة اليد من الرجال للشباب للناشئين للناشئات، فالحمد لله على الفوز ده لينا كلنا. ابرز اللاعبين اللي تألقوا في البطولة وتميزوا؟ هم كل المنتخب كان متألق، ال 16 بنت اللي كانوا معايا وكلهم شاركوا وكلهم كانوا على مستوى واحد على روح واحدة، وده ادى الى نجاح المنظومه كلها. الحمد لله نزلنا من كل ماتشات كسبنا فرق سكور في كل ماتشات، وكنا ناويين ان احنا ناخد البطوله عشان الولايات بتوع اول عالم وثالث عالم، فكنا حابين نعمل حاجه للبنات عامه في مصر عشان كان حقنا، يعني ما كناش باينين قوي،
بس فحبينا ان احنا ناخد البطوله دي عشان نعمل حاجه للبنات في مصر عامه. ان شاء الله بنجهز لكاس العالم عشان برضو نعمل حاجه مهمه. يعني المباراه بتاعت انجولا كان الماتش بتاعها كان جامد، كان ماشي فرق 2 على طول ووصل تعادل، بعد كده الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب سكور في الاخر. يعني كان ماتش صعب بس سهل الحمد لله. هو بقى في اعلام اكتر بعد ما منتخب 2000 فاز باللقب بتاع كاس العالم و98 اخدوا ثالث، فاحنا كملنا واخدنا اول افريقيا، فحاسه الاعلام لا شغال كويس. الرياضه حق للمواطن المصري في الممارسه، اللي بنشوفه ده كله باذن الله تاكيد على في حركه ونهضه كبيره. كره اليد بقى باعتباري من ابنائها في الاصل، هي دي السنه اللي احنا فيها شايفين هذه الانجازات، واللي قايمه على خطط طويله المدى وبتشتغل باسلوب علمي، وان شاء الله ربنا يوفقها في بطوله العالم الجايه. طيب نروح يا جماعه معاكم للفروسيه. منتخبنا الوطني للفروسيه وصل يوم الخميس اللي فات لمدينه برشلونه الاسبانيه علشان يشارك في البطوله الدوليه المؤهله للاولمبياد اللي جايه. البطوله دي بتتلعب في الفتره من 4 ولحد 7 اكتوبر اللي احنا فيه، وهيشارك فيها 18 دوله من اقوى دول العالم. المنافسه اكيد هتكون صعبه جدا، خصوصا كمان ان اللي بيتاهل للاولمبياد دي صاحب المركز الاول بس. المنتخب بيضم بين صفوفه عبد القادر سعيد ونائل نصار وعلاء ميسره وسامح الدهان، بالاضافه الى الفارس كريم الزغبي كفارس احتياطي. من الفروسيه بقى للسله. الفريق الاول لرجال كره السله بنادي الجزيره واللي بيدربه كابتن محمد الكرداني قدر انه يفوز بلقب كاس السوبر بعد ما كسب الزمالك بنتيجه 83-73. الماتش ده كانت لعب على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر. حضر كمان مراسم تسليم الجوائز أعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة. وطبعا كل عشاق كرة السلة استمتعوا جدا باللقاء ده اللي كان بيتذاع بشكل حصري على قناتنا هنا صدى البلد. طيب ولسه مكملين معاكم طبعا مع كرة السلة. الأهلي والزمالك والجزيرة وسبورتنج والاتحاد السكندري وسموحة كبار الدوري المرتبط لكرة السلة قدروا أنهم يكسبوا أول ماتشاتهم في الدوري واللي بيتلعب بنظام المجموعات. والفرق هنا بقى متقسمة لأربع مجموعات وكل مجموعة هنا أربع فرق. طيب علشان بقى نعرف أكتر عن الماتشات دي هنروح لتقرير عن مباريات الأهلي والقناة وكمان الزمالك والطيران اللي اتلعبوا في افتتاح الدوري يوم الخميس اللي فات، ونرجع تاني خليكم معانا. احنا فريق بطل ولازم نحافظ على ده. يمكن بدايتنا ما كانتش كويسه في مباراه السوبر، لكن ان شاء الله نعدل من ده، وهيبقى يعني زي ما بقول التعديل اللي هيحصل هيحصل اجباري، ما هوش اختياري، ان هيبقى في يعني التزام بكل النواحي التكتيكيه سواء الدفاعيه او الهجوميه. مش هنعتمد على اللاعب الواحد حتى لو محترف، يعني ده حقيقه هنعملها. يمكن احنا كنا بنتعامل بطريقه ما عشان نوصل لهدف، لكن لو لقينا في نوع من يعني سلبي احنا هنتعامل فيه، والناس هتشوف ده. الزمالك فرقه كبيره قوي طبعا، بطل الدوري السنه اللي فاتت، ويقدروا يخرجوا من الحاله النفسيه اللي حصلت لهم بعد ماتش السوبر بسهوله. كل اللي عملناه ان احنا ادينا ادوارنا الدفاعيه على مدار الاربع اشواط بتركيز عالي قوي وبمجهود، واشركنا جميع اللعيبه عشان المجهود يتوزع عليهم، وكانت المحصله ان السكور ما كانش كبير قوي الحمد لله. يعني استعدينا كويس قوي، ولازم نبدا ناخد كل الماتشات بجديه. فرقه القناه يعني بالعكس فرقه كويسه، حاطين 40 بونت وده سكور يعني سكور كويس. فاحنا الحمد لله يعني انا معود اللعيبه ان احنا لازم كل ماتش ناخده بجديه، ماتش كبير ماتش صغير، علشان اللي جاي انت عارف ان احنا بنستعد المرتبط هياخد وقته، والماتشات دي احسن اعداد ان انت توصل يعني لوقت السيمي فاينل والفاينل. كل الاحترام والتقدير لفريق هيئه قناه السويس، عمل مباراه طيبه طبعا لا يقارن بفريق النادي الاهلي اللي بيضم تقريبا نص منتخب الناشئين الفائز بالبطوله العربيه والبطوله الافريقيه. كان لازم اكون متواجد عشان اطمن على اولادي واشوف
مستواهم الفني وصل لايه، خصوصا ان احنا ابتدينا فتره الاعداد للمنتخب القومي في الفتره اللي فاتت، عملنا اربع تجمعات علشان نعيد تركيز الاولاد من النواحي الفرديه ونتفرج على الكلام ده اثناء المباريات. فكنت متواجد وكنت سعيد قوي بالفرق الواضح ما بين مستوى الاولاد اللي اكتسبوا خبرات من معسكر في البوسنه، بطوله عربيه في القاهره فازوا بيها، بطوله افريقيا في الراس الاخضر وفازوا بيها، 14 مباراه متتاليه دون هزيمه لهذا الجيل الواعد الصاعد الواعد. ففعلا كنت ولادي، اسمح لي اقول الكلمه دي، ولادي كانوا مميزين جوه الملعب وظاهرين جدا. طبعا كل التوفيق لكل لاعبينا وكمان لدوري كرة السلة، واللي طبعا بيعرض هنا عندنا على قناة صدى البلد بشكل حصري. طيب نروح معاكم بقى من كرة السلة، نروح معاكم على طول للجمباز. منتخب مصر الناشئة الجمباز حقق 4 ميداليات في بطولة البحر المتوسط، واللي اتلعبت في نهاية الشهر اللي فات في إيطاليا. الميداليات دي كانت ذهبية لعبد الرحمن عبد الحليم على جهاز الحلق، وكمان جاب واحدة ذهبية كمان جنى هاني في الحركات الأرضية، وفضية لجنى عادل على جهاز المتوازي، وبرونزية لفريق الشباب. طبعا بنبارك لاتحاد الجمباز واللي بيحقق ما شاء الله نجاحات كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت، وكمان مستنيين منهم الكتير بقى من الإنجازات في الفترة اللي جاية. نروح معاكم بقى للتايكوندو. 14 دولة أكدت مشاركتها في بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو، واللي هتتلعب في مدينة سهل حشيش في الغردقة في الفترة من 11 ولحد 13 أكتوبر اللي احنا فيه. والدول دي هتكون هي مصر وتايلاند وأسبانيا والمغرب وألمانيا والسعودية وليبيا وأيسلندا والمجر وروسيا والعراق والنرويج والبحرين وقطر. وكمان هتشارك دوليا بقى كوريا الجنوبية، واللي هتشارك بفريق للعروض مكون من 14 لاعب ولاعبة. طبعا البطولة دي بشكل عام هيشارك فيها 72 لاعب ولاعبة، ومصر كمان هيمثلها في البطولة دي 20 لاعب بصفتها طبعا البلد المستضيف. الاسكواش بقى وانجازات الاسكواش. محمد الشرباجي ورنيم الوليلي لاعبة منتخبنا الوطني للاسكواش قدروا ما شاء الله ان هم يحققوا بطولة سان فرانسيسكو الدولية، واللي اتلعبت اخر الشهر اللي فات. الشرباجي كان كسب في النهائي زميله في المنتخب طارق مؤمن بنتيجة 3-2، وده كان طبعا في ماتش صعب جدا. أما رنيم الوليلي بقى فكسبت زميلتها في المنتخب برضو نور الطيب بنتيجة 3-0 علشان تحقق اللقب ده لأول مرة في تاريخها. لعيبة منتخبنا كده خلصوا البطولة دي وبدأوا كمان في بطولة تانية، وهي بطولة أمريكا المفتوحة، واللي بدأت امبارح وهتستمر ان شاء الله لحد يوم السبت اللي جاي. طبعا كل التوفيق لاعبتنا في الاسكواش اللي بيشرفونا ما شاء الله. يعني كل البطولات بتاعتنا دايما بنلاقي فيها في النهائي بتاعنا يعني مصريين هم اللي بيشاركوا، سواء بقى في الرجال او كمان في السيدات. طيب وبكده خلاص خلصنا معاكم اخبارنا، وهنستقبل معاكم بقى بعد الفاصل كابتن نادية عبد الحميد، اول مدربة لرجال الملاكمة في مصر. ومش بس كده، لا دي كمان اتعينت مؤخرا كمستشارة في لجنة الخبراء التابعة للجنة الأولمبية الدولية. بعد الفاصل خليكم معنا. يا جماعة طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده معنا كابتن نادية عبد الحميد مدربة منتخبنا الوطني للملاكمة، وكمان الخبير الدولي باللجنة الأولمبية الدولية. زي كوتش، زي حضرتك، أخبارك إيه؟ كله كويس الحمد لله. طبعا في الأول ببارك لك على منصبك الجديد كمستشارة في لجنة الخبراء التابعة للجنة الأولمبية الدولية، ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. طيب عايزين نعرف بقى منك أكتر، يعني مهام
الوظيفه دي ايه المفروض بالنسبه لك؟ والله الحقيقه من حوالي شهر تقريبا كلموني ناس مشكورين من لجنه الاولمبيه الدوليه، وطبعا ما اعرفش لجنه الاولمبيه الدوليه هي الجهه المسؤوله عن الملاكمه في الكره الارضيه عموما ومسؤوله عن الرياضه كمان كلها. فطبعا هم بيستعينوا من ناس من 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 كل القارات، يعني اشخاص بيكون ليهم سجل نظيف زي ما بيقولوا بالنسبه للنواحي الفنيه والنواحي التنظيميه والنواحي الاداريه. فكان لي يعني الشرف ان هم اختاروني من بالنسبه للنقطه الفنيه الشغل فيها. هم بيختاروا مدربين هم شايفين ان هم يكونوا مثلا على مستوى كويس من 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 التدريب او المستوى كويس من الناحيه الفكريه، ان هم يقدروا يستعينوا بيهم للمستقبل لتطوير الملاكمه في العالم، خصوصا الملاكمه مرت بمشاكل كتيره الفتره اللي فاتت. فالحمد لله يعني رحت سويسرا حضرت اول اجتماع لينا هناك لجنه الخبراء، والحمد لله يعني كان مشاركة كويسة، والناس يعني الحقيقة يعني أشهدوا الحمد لله بيا. وكان ساعتها يعني الموقف حاليا في الملاكمة في العالم متأزم شوية بسبب إيقافها وكده، فاحنا الحمد لله حطينا بعض النقاط والخطوط يعني العريضة ان احنا نمشي عليها بحيث ان الملاكمة ترجع تاني للمكانة اللي فيها من أول. طبعا الملاكمة لعبة من أول ما بدأت الأولمبياد سنة 1896 والملاكمة موجودة فيها ما شاء الله. طب برضه عايزين نعرف الناس ايه اللي حصل ما بين يعني الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية في الملاكمة بتهيألي عشان الدنيا تقف كده بالمنظر ده. تمام. هو الحقيقة من حوالي فترة حصل ان كان في حد موجود رئيس الاتحاد الدولي، حصل ان هم تم إقالته وجات مجموعة بعد كده. فدايما اللجنة الأولمبية الدولية بتبص على النقطة مهمة جدا، وهي الشكل الأولمبي والشكل التنافسي الفير العادل والشكل اللي فيه التنافسية الأولمبية في الآخر. تمام. فلما بتدخل بقى المشاكل وبتدخل القضايا وبتدخل أي شبه الفساد أو أي حاجة صراحة، دايما اللجنة الأولمبية بتتدخل إنها بتوقف الموضوع بالكامل وهم بيتولوا إدارة القصة كلها علشان يمنعوا أي حالة من حالات الارتياب بالنسبة للرياضة الأولمبية، لأن هم في الآخر يهمهم محافظة على الشكل الأولمبي، لأن دي في الآخر خلينا نقول الحاجة الوحيدة في العالم اللي بتجمع الناس هي الرياضة. بالظبط. يعني من كل الاتجاهات السياسيه من كل الدول من كل الاشكال من كل الالوان هي الرياضه في الاخر اللي بتجمعهم، وبدليل ان الدوره الاولمبيه في حد ذاتها بيتابعها الكره الارضيه كلها وبتبقى اكبر حدث رياضي على وجه الكره الارضيه. مظبوط. بالتوفيق ليك يا كابتن طبعا الفتره اللي جايه ومنصب مهم. ربنا يخليك. الحمد لله. نرجع معاكي بقى يعني لمصر وليكي. تمام. نرجع معاكي بقى يعني بدايتك ومشوارك في الملاكمه بدا معاكي ازاي؟ وكمان يعني ملاكمة بالنسبة للبنت متهيألي صعبة شوية. الحقيقة هو قصة غريبة شوية، قصة يعني خلينا نقول مش متداول قوي ان بنت بتدرب ملاكمة، لكن خلينا نقول يعني ما هو لازم حد يعمل حاجة مختلفة في الآخر. يعني لازم حد ياخد خطوة كده جريئة. بنشوف دلوقتي بنت دلوقتي بقت في قبطان بتسوق سفينة، بنت بتسوق طيارة، بنت. فانا اخدت بس انا اخدت القصه الاصعب شويه. اصعب جدا. فيعني الريسك نفسه انك تاخد اتجاه انت محدش اخده قبل كده ومحدش غامر في الموضوع ده قبل كده، هي طبعا مش سهله بالمره، لكن البدايه دايما بتكون صعبه، بتكون فيها عقبات، بيكون فيها مشاكل. بدات ازاي معاكي يعني؟ والله الحقيقه الاول انا كنت عادي، يعني انا بحب الرياضه من صغري وبحب العب كذا حاجه وكده. فبعدين بالصدفه كده شافني مدرب، طيب شافني كده، كنت انا بقى ايه يعني شويه اطول من زمايلي بقى وبتاع، فتعالي جربي اللعبه. قلت له لا، انتوا مجانين تضربوا بعض وحاجات كده، انا هاجي العب اللعبه دي ازاي يعني؟ فطبعا قلت له لا ما ينفعش العب. قال لي تعالي جربي وبتاع. المهم رحت اول تمرينه بلعب كده، فضربت عارف حضرتك الشمال يمين كده، فبلعب ولد فاتاثر بيهم. فقال لي بس انت معانا شهرين كده، ولعبت بطوله الجمهوريه وجبت اول جمهوريه على طول كده ما شاء الله. وكان عندي 15 سنه او حاجه كده 16 سنه. بس بعدها انضميت بقى. لا قبل ما تنضمي بس في البدايه كده يعني اتعاملت ازاي في البيت الاول؟ يعني لا البيت لا كنت كان رافضين. رافضين. لا الوالد طبعا والوالده طبعا قصه صعبه، بالذات الوالده يعني خايفين على بنتهم طبعا تتعور مناخيرها تتكسر الحاجات دي.
فطبعا لا كان اخواتي يعني هم اللي بيساعدوني وكده وبيداروا عليا وكده بس كملي مشوارك. اه كملي مشوارك. اه بس اهم حاجه يعني ايه وداري لو عيني زرقاء ولا حاجه حاجات كده كمادات بسرعه. اه كمادات بقى ويلحقوني بيها كده. بعد كده ضميتي للمنتخب بقى. اه بعد كده انا بلعب باسم مؤسسه العسكريه. تمام. طبعا دول الناس اصحاب الفضل الاول يعني بعد ربنا يعني عليا ناس وقفوا جنبي من صغري. سيادة اللواء دكتور مجدي اللوزي يعني الحقيقة من أول ما لعبت ملاكمة وبعدها لما اتجهت للتدريب كان هو دعم كبير ليا. فطبعا هي القصة كلها ان احنا يعني خصوصا وعايز اقول حضرتك مش في بلدنا بس يعني يعني خصوصا دول شرق الأوسط وأفريقيا والوطن العربي شوية يعني يعني انا تخيل حضرتك خلينا مثلا نجيب حتة من اخر حاجة حصلت مثلا في الدورة الأولمبية اللي انا حضرتها في الأرجنتين السنة اللي فاتت للشباب. كنت أول مدربة عربية مسلمة سيدة تقود منتخب للرجال في دورة أولمبية. اه يعني كانت ده حدث برضه. اه يعني هما كنت انا في التمرين كل الصحفيين يعني تحس ان انا عريت كاربت ان انا مثلا كل 50 صحفي بكاميرات بناس بتعمل ريبورتس عني وكده. فكان الموضوع يعني الحمد لله ده هنا كانت في البطوله دي مثالي الصوره دي صح. اه لا دي كنا رايحين دوره الالعاب الافريقيه في الجزائر. اه ورحت بست لعيبه. آه جبت 6 ميداليات ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله. دول الالعاب دي طبعا لما اخذنا الميداليه الاولمبيه البطل احمد جودزيلا هو اسمه جودزيلا وشوف ما شاء الله ما شاء الله. اه ده اطول مننا اطول مننا. اه يعني هو 2 متر وحاجه كده ما شاء الله. مواليد 2001 ما شاء الله. الله اكبر. اه فطبعا جبناه كده من السنبلاوين يعني ولد ما شاء الله موهوب ولد كويس قوي. وطبعا يعني عيشه بقى يعني لو قعدت احكي لحضرتك قصص مع الولاد بقى وخصوصا ان انا كمان الاصعب ان انا ممرن ولاد في سن المراهقه يعني مين. مراهقين بقى ورجاله وما ينفعش حد بقى يمشي كلامه عليهم. دي طبعا التكريم في البرلمان كان السنه اللي فاتت بعد ما رجعنا من الدوره الاولمبيه الحمد لله وحصلنا على ميداليه وكنا كمان المفروض ناخد اكتر من ميداليه بس يعني طبعا ظروف التحكيم وكده. دي في البطولة العربية الأخيرة في مصر وأخذنا المركز الأول فيها برضو. الحمد لله يعني عملنا نتائج كويسة مشرفة جدا والله الحمد لله. يمكن من بداية الاتحاد المصري للملاكمة من سنة 1923 بالنسبة لفئة الشباب أفضل نتائج حصلت في التاريخ كانت النتائج اللي حصلت دي. وطبعا القصة كلها إن أنت بيواجهك بقى صعوبات مش من تحديات صعبة طبعا. اه مش يعني مش يا ريت مثلا لو الأسرة ولا لا اللعيب حتى لما أنت بتيجي في البداية هو إزاي أنا هتمرني مدربة. طب أنا المدرب نفسه مش متقبل الفكرة الإداري فأنت دي حروب كلها أنت دخلتها وفي الآخر الحمد لله نفسية شوية مختلفة. بالظبط بالظبط. وهي بالنسبة لنا برضو يعني جديدة لنا يعني علينا كلنا طبعا كرجالة برضو كمجتمع إن احنا يبقى عندنا في لعبة صعبة شوية زي البوكس يعني أو يعني الملاكمة يكون اللي بيدربني سيدة. بالظبط بس كمان بقى لما أكون سيدة محترفة وسيدة كمان بتعرف تحتوي الموقف بالزبط. ده الاحتراف يعني زي اللي بنتكلم عليه. بالظبط. طب بالنسبة لك بقى الموضوع يعني خلاص لعبتي وقررتي انك خلاص تبطلي وتتجهي للتدريب. اوكي. بدأتي الموضوع ازاي يعني في الأول معاكي قبل المنتخب؟ اللي حصل الحقيقة أنا وأنا موجودة في الـ في الـ في المنتخب وموجودة في المنتخب العسكري كمان فالقوات المسلحة جابوا خبير من كوبا اسمه أوليسيس ديسبايني. كوبا طبعا هم معروفين عندنا في الملاكمة ان هم رقم واحد زي جامايكا كده في ألعاب القوة زي البرازيل في الكورة هم كوبا بتروح بتخرب الدنيا يعني في الملاكمة جزيرة كده هم بيلعبوا ملاكمة كلهم في الشوارع. فطبعا دول أحسن ناس. فجي خبير من كوبا معروف اسمه راجل محترم جدا ده أستاذي يعني اللي علمني. فوانا بدأت وانا بتدرب معاه كنت كل يوم أكتب التمرين اللي بيعمله واعمل زي كتاب كده زي كشكول كده كراسة اكتب فيها كل حاجة هو بيقولها كل حاجة هو بيعملها. فكان بيلاحظ ان انا بدأت احفظ هو بيقول ايه وبدأت اتعلم. هو ده الخبير بتاعي. بالظبط هو ده. اوكي. فطبعا بدأت اكتب كل حاجة هو بيقولها واسجل كل حاجة وبدأت اتعلم بجانب اللي سهل الموضوع ان انا بتكلم يعني انجلش وبكلم اسبانيول. فالقصة كانت قريبة يعني كنت درسته في المدرسة فسبحان الله ان هو كوبا بتتكلم اسبانيول فالدنيا مشيت كويس اللغة سهلت الموضوع. فبعدها قلت لا يا جماعة اللي بيقدموا الراجل ده غير اللي احنا اتعلمناه خالص فاحنا عايزين بقى انا لازم اتعلم قوي من الراجل. فطبعا انت بقى دماغك دخلت في سكة انك تتعلم التدريب ف
فبدات بقى انك تروح خلاص ميولك حتى هو بقى وانا بتدرب يجيب لي لعيبه ناشئين طلبه في المدارس العسكريه مكان كنا بنتدرب مع المنتخب العسكري وبشتغل معاهم فبدا يلاقي ان انا بعمل نتيجه مع الولاد. فطبعا بعد فتره رحنا بطوله مثلا جمهوريه او البطوله دي كانت بقى المصيبه الكبيره بقى ان ايه ده مدربه جايه تدرب ولاد ايه ده ازاي؟ المشكله ان احنا رحنا تقريبا 8 لعيبه 8 جابوا ذهب ما شاء الله يعني عارف فبدات بقى الدنيا من ساعتها فكان اكتساح يعني الحمد لله بدا مشوار النجاح معاكي الحمد لله بس الـ 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 الموضوع طبعا ما كانش سهل بالمره طبعا انت بتغير فكر غير انك بتغير وضع يعني مش حاجه مش موجوده انت بتوجدها دي في حد ذاتها كانت صعبه جدا يعني ايه امتع بالنسبه لك التدريب ولا ايام اللعب والله خليني اقول لحضرتك على حاجه يعني كله بيقول ايه ان يا وانا لعب امتى بقى ادرب وابقى ايه ما بلعبش بقى وما بتنافسش وما بخسسش وما بضربش والكلام ده انما خلينا نقول حاجه وانت لاعب انت مسؤول عن نفسك بالظبط يعني انت مسؤول عن نفسك انت مسؤول عن شنطتك مسؤول عن حاجتك مسؤول عن اصابتك مسؤول عن مواعيدك مسؤول نومك وانت صحيانك الكلام ده بالظبط وانت مدرب بقى انت مسؤول بقى عن تيم يعني انت مسؤول عن تيم وبعدين عندنا في الملاكمه المتعارف يعني عليه ان انت ما عندكش ستاف بيشتغل معاك طبعا يعني شويه قله الامكانيات برضو ان انت المدرب وانت المانجر وانت الحكم وانت مش الشكل اللي بنشوفه دايما اللي هو الجهاز الكامل يعني لا انت لوحدك بتقوم بالموضوع كله وانت بقى الام والاب والدكتور والكلام يعني اللي هو انت بتشيل القصه كلها الموضوع وطبعا فهي القصه كلها انت كمان بتتعامل مع مراحل يعني انا بدات اتعامل مع مراحل ولاد من سن 13 18 سنه اللي هو اخطر سن فتره صعبه قوي على فكره جدا جدا انت ازاي الولد يسمع كلامك دي الاهم ان انت لازم تبقى قريب منه ولازم وصدقني انا اكتشفت في خلال يعني التعامل معاهم الفتره دي ان بالعكس التعامل معاهم سهل جدا بس هي شويه احنا لازم ننزل لهم يعني لازم نقرب لهم لازم نتكلم معاهم يعني ولد هو عنده طاقه احنا لازم نوظفها مش لازم نقف قصادها فدي كانت عمليه مش سهله بالمره ما شاء الله برضو يعني الموضوع ما وقفش بس لحد البطولات اللي فاتت لسه مؤخرا كان عندك جايزه لمحمد بن راشد المكتوم بالظبط دي كانت الابداع الرياضي متهيألي بالظبط دي كلمينا عنها شويه وجت ازاي والله الحقيقه جايزه سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يعني دوله الامارات بتنظمها كل سنه اسمها جايزه محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي هما بيشوفوا حد عمل حاجه محدش عملها قبل كده عمل نتيجه محدش عملها قبل كده عمل شغل او حاجه طفره في الرياضه عنده فطبعا النتائج اللي عملتها مع منتخب الشباب الفتره اللي فاتت رشحوني يعني الناس هناك ان انا اخد الجائزه دي مع سمو الشيخ احمد ابن محمد بن راشد دي كانت في شهر يناير السنه دي وكانت مع نجم الكره طبعا محمد صلاح هو اخذ افضل رياضي عربي وانا افضل مدرب عربي فطبعا هو الموضوع كان ما كانش يعني بس هو التكريم يعني كان انك تاخد مع محمد صلاح هو افضل لاعب وانت افضل بالزبط. مدرب فكان الموضوع حتى صلاح وانا هو بنتكلم فبيقول لي يعني I'm proud of you انا فخور بيك ان انت عملتي النتيجه دي انا طبعاً. هو بيحب يلعب بوكس وبيلعب بوكس كمان في ليفربول هناك عشان بيطلع الاجريشن العصبيه والطاقه السلبيه وكده فبيفيدوا قوي كمان في تدريباته هو كمان خلينا نقول ان يعني حل يعني كنت دايما العقليه زي محمد صلاح او الناس المركزه قوي في شغلها دي هي اللي بتنجح طبعا دوله الامارات مشكوره يعني طبعاً. بتقدم الجائزه دي كل سنه للناشئين وللمدربين وللاعبين دعم كبير بتكون فيها جزء مادي وفيها جزء معنوي كبير طبعا انها بحدث كبير سمو الشيخ بنفسه بيكرمنا وسمو ولي العهد يعني كانت الحقيقه فرصه كويسه قوي هناك طبعا طيب نروح معاك بقى يعني برضو لما حط اللي جاي المفروض ان شاء الله احنا المفروض نستعد بقى
البلاد اللي جايه المفروض صح ولا البلاد الكبار في طوكيو. اه احنا ايه الاخبار بقى دلوقتي معسكرتنا؟ والله الفتره دي يعني اللعيبه ماشيين بشكل كويس. لعيبه الدرجه الاولى طبعا يعني خلينا نقول ان 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 مجموعه من اللعيبه اللي كانوا معايا في الشباب حاليا بقوا في الكبار ما شاء الله. يعني دلوقتي فانت معاهم خلاص هم حفزوكي وانت حفزتي يعني بعضهم طبعا. في لعيبه من اللعيبه القدام طبعا زي كابتن عبد الرحمن عرابي وكابتن يسري رزق طبعا دول موجودين يعني لعيبه مستوى عالي ولعيبه على يعني ان شاء الله يعملوا لنا حاجه في الفتره اللي جايه بجانب اللعيبه الشباب اللي كانوا موجودين. الحقيقه المنافسه بقت قويه جدا في العالم يعني كمان التصنيف والاختيارات بتاعه اللعيبه يعني عندك كوتا قليله قوي عدد لعيبه يشاركوا في الاولمبياد. فطبعا انت في افريقيا المشكله في افريقيا في انك بتكسب وبتطلع من الماتش ميت يعني مضروب لان انت بتضرب يعني هم قوه بدنيه مش طبيعيه. فاللاعب حرام عندنا يعني بيدخل الماتش يعني كسبان وبيبقى مش قادر يتحرك بعدها يعني اللي هو فمتخيل انت بتلعب مثلا 5-6 ماتشات في بطوله في وقت قصير جدا ورا بعض. فطبعا منافسه قويه جدا بجانب ان الدول الافريقيه كمان ان احنا بنتكلم على التاهيل هيكون من افريقيا وفي تاهيل من بطوله العالم. فاحنا بنتكلم على التاهيل الاقرب لينا. التاهيل اللي من افريقيا طبعا في دول زي ناميبيا زي موريشيوس زي المغرب زي انجولا كلهم دول جابوا برضو خبره من كوبا وطوروا الملاكمه عندهم قوي يعني يعني مستويات عاليه جدا من الملاكمين. فان شاء الله بنامل ان يكون عندنا عدد من اللعيبه في الاولمبياد. التاهيل بتاعهم هيبقى في السنغال السنه الجايه في شهر فبراير. يعني حاليا اللجنه الاولمبيه الدوليه يعني عملت سيستم جديد بتنظم التاهيل الاولمبي في الدول المفروض تستضيف او استضافت دورات اولمبيه. يعني السنغال مثلا اول مره اولمبياتها تنظم في افريقيا 2022 هتبقى في السنغال هتبقى لان السنغال هتنظم اولمبياد الشباب لاول مره في افريقيا تنظم. وطبعا يعني انا اتفاجئت ان السنغال تنظم حاجه زي بس فعلا في طفره اقتصاديه كبيره في دوله زي السنغال. هتنظم دوره اولمبيه للشباب بجانب ان هم عاملين بقى التاهيل مثلا في عاملين في طوكيو عاملين في بكين عاملين في لندن عاملين في باريس عاملين في بوينس ايرس في الارجنتين. الدول اللي استضافت او هتستضيف دورات اولمبيه اللجنه الاولمبيه الدوليه بما انها مسؤوله عن الملاكمه في العالم حاليا. كابتن نادية والله انا مش قلقان على المنتخب معاكي بجد والله ما شاء الله يعني بطولات وانجازات ونجاحات يعني والله بجد ما فيش فرق يا جماعه والله يعني ما بين والله بجد يعني فعلا المراه المصريه في كل الاماكن ما شاء الله ومناصب طبعاً بتثبت نفسها كل يوم ان هي يعني قادره ان هي يعني حتى كمان مع الرجال تنجحهم ويقوموا مع بعض وفي الاخر خالص كله باسم منتخبنا الوطني طبعا للملاكمه. كابتن ناديه نورتنا جدا ربنا يخليك انا اتشرفت بيك يا رب ان شاء الله وكل سنه وبلدنا طيبه في اعياد اكتوبر ودايما في انتصارات لبلدنا وكله يبقى باذن الله خير دايما لينا. امين يا رب العالمين. شكرا جدا ليكي. حضرتك شكرا جدا يا جماعه كده خلاص حلقتنا النهارده معاكم خلصت من إن بوكس سبورتس. نشوفكم ان شاء الله بقى الاسبوع اللي جاي. خليكم معانا. سلام.